وصل صوتك. لكن لازم الناس كل تقول بعضها اللي ما نسلموش، وإن شاء الله تكون هذه انطلاقة جديدة للتوانسة، نبثوا الأمل في بعضنا الكل ونطرح قضية التوافق بصفة ملموسة ونتجاوز الهينات والمشاكل بتاع الماضي ونواجه الهيمنة ونواجه الاستبداد الزاحف ونحطوا اليد في اليد. لحظة، حتى الأحزاب يعني مثلا كما حزب حركة النهضة وإلا بعض الموالين لحركة النهضة ما فماش برشا مش كما عم ناول. أنا مازلت مجيدة ما ريتش تو مازلت كي حتى تسيق.